جوزي بالعكس هو اللي بيبعثني لهون، بيحس انه نفسيتي ارتاحت هون، يعني بيجي شكل وبرجع شكل على البيت. عم نستفيد كثير والله. هون علمنا النسيج زائد قلنا للشكل خرز. في شغلات كمان جوارب، يعني كثير شغلات تعلمنا فيه لا تحديد فيها. في ملل كثير عندنا، فاحنا عم نيجي كل ما نسمع انه في محاضرات بنيجي منه بنفضي عن نفسنا منه، كمان بنستفيد وبنروح الملل اللي عندنا، الملل لانه بسبب لنا مشكله قاعد هنا. كثر الملل عم نتفشش بالبيت. احنا بجيتنا على المركز تعلمنا على هالوجوه الطيبه كلياتنا كاننا ببيت واحد، تعرفنا هون عليهم.